بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم في موضوع ربنا يعلمنا كلنا منه وأنا أولكم طبعا. عنوانه مهم أوي الموضوع ده، عنوانه اللسان دفة الإنسان. اللسان دفة الإنسان. إنسان ده زي سفينة، اللي بيحركها ويبين اتجاهاتها هو اللسان. سفينة كبيرة قوي، فيها ركاب وفيها بضائع وفيها حاجات كتير. ممكن السفينة دي تعيش طول حياتها تلف في البحر وما توصلش للشط. ليه؟ عشان الدفة مش حدش ماسكها. ممكن السفينة تتجه إلى اتجاه معاكس، ممكن السفينة ترتطم بصخرة وتتكسر لأن الدفة مش مظبوطة. فما نستهونش أبدا باللسان، بخطايا اللسان. ده الرب قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. تعالوا نقرأ بسرعة ما قاله القديس يعقوب الرسول عن اللسان، الأصحاح الثالث. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هوذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحفات والبحريات يزلل، وقد تزلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله، هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليست من الآب ولكن من العالم، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فهو يثبت إلى الأبد. حوالي أصحاح كامل بيتكلم فيه القديس يعقوب الرسول عن اللسان. يعني ممكن أنت تعيشي سعيدة جدا جدا بسبب لسانك الحلو، ممكن تعيشي تعيسة جدا مش لأنك فقيرة ولا لأنك مريضة ولا لأنك غير مثقفة، لكن لأن لسانك صعب. ممكن تحصل مشاكل كتيرة جدا بينك وبين جوزك وبينك وبين أخوك وبينك وبين ابنك، بينك وبين جوز بنتك، بينك وبين حماكي. مشاكل ما هيش مشاكل أصلا، بس اللي عملها اللسان الصعب. والمشاكل اللي تكبر جدا
وممكن المشاكل دي تفرق الناس عن بعض وتعمل خصومة كبيرة بالسنين عشان كلمة وحشة أنا قلتها في لحظة غضب أو في لحظة عدم تروي، زي ما قال هنا يعقوب الرسول: هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. يعني في كلمة بتبقى زي النار، أنا قلتها تحرق قد إيه؟ ما دام قدامها مجال تحرق، تحرق كتير قوي. بيقول الخيل الحصان، يعني نحط اللجام في بقه نقدر ندير جسمه كله. الخيل ده الحصان قوي جدا، لكن بيتحكموا فيه ازاي؟ بيمسكوه من اللسان. السفينة الضخمة قوي ممكن تتعرض لأخطار كتيرة جدا لو الدفة ملهاش ضابط، لو مفيش واحد ماسك الدفة. هكذا اللسان. شوفوا معلمنا يعقوب الرسول يقول ايه: هو نار، نار يضرم من جهنم، يعني يتولع من جهنم، يضرم دائرة الكون، يولع الدنيا كلها ويضرم من جهنم. مش بتسمعوا عن مشاكل حصلت بين العائلات عشان واحدة قالت كلمة أو واحد قال كلمة؟ يولع، يولع الدنيا كلها اللسان ده. عشان كده قال المزمور: ده حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. علمني يا رب ازاي اتكلم كويس. تعالوا ناخد امثله بسرعه عن ايه اللي بيعمله اللسان. يعني شوفوا مثلا في العهد القديم، ميكال مرات داود شتمت جوزها شتيمة صعبة. في واحدة تشتم جوزها، بلاش إن هو ملك، وبلاش إن هو نبي، وبلاش إن هو بطل من أبطال إسرائيل العظماء، ده جوزك شتمته. لما دخلوا تابوت العهد إلى بيت لحم، كان داود فرحان قوي بتابوت العهد، وكان عمال يرقص زي الأطفال قدام الله بيرقص متهلل وبيعبر تعبير بسيط تلقائي عن فرحه، والناس كلها فرحانة. وبعدين دخل بيته، راحت مراته ميكال بنت شاول قالت له ايه: ما أكرم الملك اليوم استكشف في عيون عبيده وإمائه كما يتكشف أحد السفهاء. يا ساتر، دي كلمة تقوليها لجوزك؟ يعني عايز تقول له انت سفيه؟ اتغاظ قوي داود، قال لها: ايه ده، ايه اللي بتقوليه ده؟ انما امام الله لعبت، واني اتصاغر دون ذلك واكون وضيعا في عيني نفسي امام الله، امام الله الذي اخذ الملك من ابوك وادهوني، ولكن امام الاماء والعبيد فاني اتمجد. بعدين على طول تيجي الآية ورا دي على طول، يقول لك ايه: ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها. يعني عقوبة عشان الكلمة دي، ربنا عاقبها خلاها عاقر طول حياتها. ليه؟ ليه نقول كلام وحش؟ طب مش قادرة تقولي كلمة حلوة، ما تقوليش كلمة وحش، بلاش منها. كنتيش قادرة تقولي كلمة حلوة، يبقى بلاش الكلمة والوحشة. شتمت جوزها، والله عقبها عقاب شديد، لأن أنتوا عارفين حكاية عدم الإنجاب دي في العهد القديم كانت يعني صعبة جدا على الستات، كانوا يعتبروها إنسانة يعني مبغوضة من الله. اللسان ده ممكن يخرب البيوت، ممكن يخرب البلاد. شوفوا مثلا قصة زي قصة رحبعام ابن سليمان. سليمان بعد ما مات خلف ولد اسمه رحبعام، كان متهور الولد ده، فلما
جلس على كرسي الملك قالوا الشعب قالوا له يا حضرة الملك أبوك سليمان أرهقنا بالضرائب لأنه بنى الهيكل وبنى بيته فخد مننا ضرائب كتير فمن فضلك خفف عننا الضرائب. قال لهم طب تعالوا لي بعد 3 أيام. قعد مع الشيوخ الكبار الحكماء اللي كانوا يقعدوا مع أبوه قالوا له كلم الشعب بكلام حلو يحبك. ما عجبوش الكلام ده. قعد مع الأحداث اللي في سنه المتهورين اللي في سنه قال لهم الشعب بيسألني أخفف الضرائب ولا لا؟ قالوا له لا لازم تبقى جامد من أول يوم لازم تقول لهم كلام صعب عشان يخافوا منك. الشعب بعد 3 أيام قالوا يحيى الملك يحيى الملك تعمل لنا ايه في موضوع الضرائب؟ قال لهم اسمعوا أبي أدبكم بالصياد أنا أؤدبكم بالعقارب. عارفين ايه العقارب يعني؟ صياد بس عليها أشواك تلسع زي العقرب يعني، يعني مش عقارب عقارب إنما يعني يسموها العقارب مش صياد سادة كده، لا فيها حاجات زي الشوك زي اللي جلدوا بها المسيح. أبي أدبكم بالصياد أنا أؤدبكم بالعقارب وخنصري أغلظ من متني أبي صباع الصغير أدخل من وسط أبويا. يعني أنا ناويلكم بقى. الشعب قالوا له إيه ده؟ إيه هو ده؟ إيه هو ده؟ إلى خيامك يا إسرائيل ليس لنا نصيب في داود ولا قسم في ابن يسى. انفصلوا عنه، انفصلوا عنه 10 أصباط بسبب الكلمة دي. وانشقت مملكة الله إلى مملكتين، ما تبقاش معاه غير سبطين يهوذا وبنيامين. يهوذا وبنيامين في الجنوب كونوا مملكة اسمها مملكة يهوذا عاصمتها أورشليم، والعشر أصباط كونوا مملكة اسمها مملكة إسرائيل عاصمتها السامرة. وفضلت الخصومة دي لغاية ما جه المسيح. فاكرين لما المسيح قال للسامرية أعطيني أشرب؟ قالت له كيف وأنت يهودي تطلب لتشرب من امرأة سامرية؟ اليهود لا يعاملون السامريين. يعني قرابة 1000 سنة وبدوا الدولتين دول اللي هم اخوات اصلا يتخانقوا مع بعض يحاربوا بعض، يهوذا يحارب اسرائيل واسرائيل يحارب يهوذا. من هنا نفهم يعني ايه كلمه اسرائيلي وكلمه يهودي. مش كلهم شعب الله؟ بس اسرائيلي يعني من المملكه الشماليه، يهودي يعني من المملكه الجنوبيه. والخصومه دي قعدت قرب 1000 سنة. ليه؟ شقت اخوات عايشين مع بعض 12 سنة يعادوا بعض ويحاربوا بعض ويموت الاف، كل شوية تانية يحاربوا بعض يموتوا الاف من هنا ومن هنا. عشان ايه؟ عشان كلمة مرة، كلمة وحشة. اوعى تستهوني بالكلام، اوعي تقولي لا انا ست كبيره مثلا الكلام ده اقوله للشابات الصغيرين. لا، ده انت كل ما كبرتي كل ما يبقى كلامك اخطر، انك انت في موقع مسؤوليه. يقولوا ماما قالت، تيتا قالت، يعني كل ما تكبري كل ما يبقى كلامك اكثر خطوره. انت لازم تفكري كويس قوي انت بتكلمي، خلي بالك جدا. مش في 2 خطيبين واحدة تقول كلمة يبقى خلاص هيكللوا مثلا، واحدة تقول كلمة ينفصلوا عن بعض يبوظوا الفرح عشان كلمة. مش في 2 متجوزين ليهم مثلا 20-30 سنة وعيالهم دخلوا الجامعة وواحدة تقول كلمة تخلي الراجل يبتدي يتخاصم مع مراته؟ 20-30 سنة عايشين مع بعض حلوين ما زعلناش بعض. ايه اللي حصل؟ واحدة دخلت قالت كلمة، كلمة كده كلمتهم ترعى كآكلة زي النار. فلازم الإنسان يبقى مدقق جداً.
في كلام الرب يسوع له المجد قال إيه؟ كل كلمة بطالة يقولها الإنسان سيعطي عنها حسابا في يوم الدين. بطالة يعني ما غير مفيدة، فما بالك بقى الكلمة المؤذية، الكلمة الجارحة، الكلمة اللي تغير مفاهيم الناس عن بعض، تخلي الناس تكره بعض. ما تقوليش الكلمة دي لا بجد ولا بهزار، لأن ممكن بعد ما تخرب الدنيا تقولي اه ده أنا كنت بهزر. تهزري؟ دي حاجات يهزروا فيها؟ كلمة تتوقف عليها مصائر الناس تهزري فيها؟ ومين قال لك إن السامع هيفهم إن ده هزار؟ لازم نبقى مدققين جدا في الكلام. ربنا يديني ويديكم، يعني كلنا محتاجين. فشوفوا الكلام الوحش عمل ايه. في العهد الجديد ربنا ضرب مثل، ومثل الوزنات، قال واحد ملك ادى واحد 5 وزنات، واحد وزنتين، تاني ادى الوزنة ورجع يحاسبهم. اللي خد الـ5 وزنات قال له يا سيد 5 وزنات اعطيتني، 5 وزنات ربحتها فوقها، قال له نعما ايها العبد الصالح الامين، كنت امينا على القليل ساقيمك الكثير، ادخل الى فرح سيدك ليكن لك سلطان على 5 مدن. اللي معاه الـ2 وزنتين قال له نفس الكلام، جه اللي معاه وزنه واحده، ما تجرش، ده دفن الوزنه، يا ريته دفنها وبس، ده لسانه كمان وحش. قال له يا سيد علمت إنك إنسان قاسي، تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تتعب. يا دي المصيبة، يعني أنت كمان، يعني أنت ما شغلتش الوزن ولسانك كمان فظيع. شوفوا الغباوة بتاعته، مش بس ما تجرش في الوزن، ده كمان بيشتم صاحب الوزن. لذلك خفت وخبيت وزنتك في منديل ودفنتها في التراب، آدي الذي لك. قال له أيها العبد الشرير والكسلان، من فمك أدينك. لما أنت عارف أن أنا إنسان قاسي، أجمع من حيث لم أتعب وأزرع، أحصد من حيث لم أزرع، ما حطيتش ليه طب الفضة بتاعتي على موائد الصيارفة؟ فمتى رجعت أستوفي الذي لي معربة؟ مش أنت عرفت أن أنا قاسي؟ طب ليه ما شغلتهاش عند الصيارفة واخد الربا بتاعها؟ خد الوزنة منه، ادوها للي عنده 10 وزنات، وهو خدوه من ايديه ورجليه وارموه في الظلمة الخارجية، هناك البكاء وصرير الأسنان، مش بس علشان ما تجرش، علشان لسانه الفظيع. لا، احنا لازم نطلب من الله أن يعطينا لسان حلو، عشان المسيح يقول لكل واحد فينا وكل واحدة شفتاك يا عروس تقطران شهدا، كلامك حلو. لكن شوفوا مثلا كلمة الحلوة تعمل ايه. طبعا عارفين قصة أبي جايل ونبال الكرملي جوزها، ولا مش عارفينها؟ عارفينها طبعا. يعني نبال الكرملي ده كان لسانه وحش وبخيل، وداود بعت له وقال له انت يعني دلوقتي بتجز الغنم بتاعك، وده موسم حلو، جز الغنم عند اليهود موسم زي الحصاد كده، واحنا كنا بنخلي بالنا من الرعاة بتوعك. وكان داود في الوقت ده هربان من شاول ومعاه رجالة، قال له يعني ما دام عندك موسم حلو كده ابعت لنا بركه. فنبال الكرملي احمق غبي، قال ايه اطلع ايه داود ده؟ اطلع مين ابن يسه ده؟ اطلع مين؟ انت مش عارف مين ابن يسه ده؟ حد في اسرائيل ما يعرفش ابن يسه ده؟ اللي جاب اعظم انتصارات لاسرائيل، تهكم عليه وطرد المراسيل. وايه؟ واحد من الخدمين راح لأبي جايل مراته، أبي جايل دي كانت إيه؟ حسنة الصورة جيدة العقل، يعني الاتنين منظرها جميل ومخها ذكي مليانة حكمة. قال لها خلي بالك
جوزك رد وحش على داود، وجوزك بصراحة إنسان لئيم ووحش ما حدش فاهم معاه، وخلي بالك إن داود ده راجل عظيم وكان بيحمينا ومش هيسكت على الشتيمة دي والإهانة دي. راحت هي من غير ما تشاور جوزها، تشاور إيه؟ هو عنده عقل عشان تشاوره؟ ده مخه ضايع. بسرعة عملت 5 خرفان ومش عارف كم 100 رغيف وكم مش عارف إيه فريك وكم إيه وكم إيه، وحضرت أكل وحطته على الحمير وجريت بسرعة عشان تقابل داود. داود بقى لما سمع الشتيمة الفظيعة دي قال للرجالة بتوعه، قال لهم طيب يبقى إحنا كنا بنحرس ممتلكاتنا، بل يعني ما يستاهلش الحراس، يلا بينا كل واحد يحط سيفه على فخذه، يلا بينا لن نبقي له باقي البحائط حتى الصباح. باقي البحائط يعني كلب، يعني هنبيده هو وحتى الكلاب بتاعته. هو نازل مليان خطب لأنه شتم مسيح الرب. ما هو داود ده ممسوح من الله. أول ما شافته أبي جايل راحت نازلة عن الحمار وسجدت للأرض، قالت له يا سيدي يعني حقك علي، أنا سامحني، أنا ما كنتش موجودة ساعة ما العبيد بتوع الجمع علمون جوزي ده فعله زي اسمه نبال، وكلمة نبال يعني غبي، وهو أحمق. أرجوك أنت بكرة وبعد يا سيدي هتبقى ملك عظيم على إسرائيل، لأن في ناس بيطردوك بس أنت هتبقى ملك عظيم، والناس اللي بيطردوك ربنا حيرميهم بعيد كما من كفة المقلاع، أما نفسك يا سيدي فهي محفوظة في حزمة الله، فمعلش ما توسخش إيديك بالدم، لحسن بكرة وبعده لما تبقى ملك تندم إنك أنت قتلت واحد، وإقبل العطية البسيطة دي من جاريتك، يعني مش التواضع بتاعها، إقبل العطية البسيطة دي لعبيدك اللي ماشيين مع سيدي مش ليك أنت. الذوق في الكلام، بتقول له جاريتك، بتقول له العطية دي مش ليك أنت، دي للعبيد بتوعك. قال لها مباركة أنت من الرب، لأنك لو ما كنتش قابلتيني ما كنتش هأبقي النبال باقي البحائط. أنت ست مباركة، ومبارك هو عقلك، أوقفتيني اليوم عن سفك الدماء. قلت له أشكرك عشان رفعت وجهي. أخذ الهدية وهي رجعت، وكان جوزها طبعا بالليل سكران، سابته ينام للصبح. الصبح قالت له انت عارف كان هيحصل ايه امبارح؟ قال لها هيحصل ايه؟ داود كان جايب الرجاله بتاعته كان عايز يبيدك. الراجل قلبه وقف من الخوف. وبعد 10 ايام الله انتقم لداود، الراجل ده مات. من اعجاب داود بالست دي بعت علشان يتزوجها، بعت ناس قال لها تعالي سيري زوجه. أم قالت لهم أنا لا أستحق أن أغسل أقدام عبيد سيد الملك. شوفوا الكلام الحلو، يعني التواضع الشديد، وفعلا صارت زوجة لي. كلمة حلوة، الكلمة الحلوة عمرها ما تخسر، حتى لو يعني لو أنت قايلاها زيادة مش هتخسر. تخسر إيه؟ لو حطيتي ملعقة سكر زيادة يعني على النسكافيه الدنيا هتخرب، هتحلي زيادة. يجرأ إيه؟ يجرأ إيه لما تحلي كلامك بكلمة حلوة؟ يجرأ إيه يعني؟ مش هيجرأ حاجة. لكن الكلام المر بيقف، بيأذي. تعرفوا المسيح مكتوب عنه إيه؟ حلق حلاوة وكله مشتهيات، وجدت كلامك حلوا فأكلته فصار لي كالشهد. يعني إحنا لازم كلامنا يبقى حلو. لو قريته كل حياة المسيح تلاقوه ما قالش كلمة وحشة أبدا أبدا أبدا، حتى مع يهوذا أوحش واحد وهو بيبوسه عشان يسلمه مرضيش يشتمه، مرضيش يقول له يا خائن. لما شافه جاي من بعيد قال له لماذا أتيت يا صاحب؟ طب ده صاحب ده
ما تقول يا خائن. لا، في الآخر خالص قال له يهوذا: أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ كانش يقول كلمة وحش أبدا. المسيح الذي إذ كان يشتم لم يكن يشتم عوضا. فالكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة دي حاجة جميلة قوي. اطلبي من ربنا، كلنا نطلب من الله، قولي له يا رب علمني كيف أتكلم، علمني كيف أتكلم كلام حلو، خذ من لسانك وضع على لساني. عارفين الرجل الأعقد اللي المسيح أخذ مسحة كده مع لسانه وحطه على لسان الرجل الأعقد ده؟ قولي له يا رب اعمل كده معايا، ضع من لسانك على لساني. بما ان انت لسانك كله شهد، اديني ان انا لساني يبقى حلو زي لسانك كده. في واحدة حلوة قوي 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 في العهد الجديد بتعلمنا احلى كلام، المرأة الكنعانية. المرأة الكنعانية دي اصلا من شعب منحل. الكنعانيين دول بتوع صور وصيدا كانوا بعد عنكم، يعني درجة الانحلال وصلت عندهم انهم يخلوا النجاسات في طقوس العبادات بتاعتهم. يعني لما واحدة مثلا تندر للصنم بتاعها: لو عملت لي الحاجة الفلانية انا هقدم جسدي للزنا تحت التمثال بتاعك لمدة اسبوع. شوفوا وصلوا لدرجة ايه يعني. ولا عندهم جواز ولا عندهم طلاق ولا عايشين عيشة يعني بشعة في النجاسة. اهي الست الكنعانية دي من هناك، من الوسط السيء جدا ده، عايشين فعلا زي الكلاب. ولكن الست دي سمعت عن يسوع، عندها بنتها مجنونة، سافرت من بلد لبلد، فين اللي بيقولوا عليه يسوع ده؟ يقول لها: مش في البلد دي، البلد التانية. تمشي 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 جاية من بلد لبلد، مسافات. في الآخر لقيته: يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود أرجوك، ابنتي مجنونة جدا، أرجوك ارحمني. مرضيش يرد عليها. اعمل معروف، انت كلك رحمة، يا يسوع ارحمني يا ابن داود. طبعا هي مش عارفة يعني ابن داود، دي لقطت الكلمة من الناس من المجتمع اليهودي اللي بيقول لها ابن داود، لكن هي ما تعرفش يعني ابن داود. بتقول يا ابن داود خلاص زي ما الناس بتقول، زي ما تلاقي واحدة مسلمة مثلا تقول يا أم النور اشفيني. هي سمعت المسيحين بيقولوا أم النور أم النور، وهي بتقول يا أم النور، وممكن العذراء تيجي تشفيها، بتاخد اللقب اللي هو متداول. راحوا التلاميذ قالوا له بتصيح وراءنا: اصرفها. قال لهم: لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضاله. الست زحمت ورجعت عند رجليه: ارجوك ارحمني ارجوك، ابنتي مجنونه جدا. يعني ايه مجنونه جدا؟ هو في مجنون ومجنون جدا ومجنون جدا 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 في يعني مش مجنونه وهاديه وساكته كده، لا، تنكش شعرها، تقطع هدومها، تقلب الاكل، تجري في الشوارع، تتخانق مع الناس، مجنونه مجنونه فظيعه يعني. اعمل معروف، ابنتي مجنونه جدا، ارجوك ارجوك. المسيح بقى عاوز يبين حلاوه لسان هذه المراه. راح سالها، قال لها رد صعب قوي. قال لها: لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. والمسيح بالكلمة دي مش بيشتم، هو بيوصفهم صح، لأن هم فعلا عايشين عيشة الكلاب، لا جواز ولا طلاق، إنما عايشين في الخطايا وكده. شوفوا بقى الست الحلوة دي، شوفوا شوفوا حلاوة كلامها. يعني لو واحدة تاني تقول له كلاب، بقى أنا جاية لك من آخر الدنيا وتقول لي كلاب، يا سلام، إيه ده، ده أنت صعب قوي، ودي كلمة تقولها لي وأنا جاي لك من مشوار طويل. كانت قالت الكلام اللي إحنا بنقوله ده، لكن شفته قالت له إيه؟ قالت له: نعم يا سيد، كلامك صح، إحنا فعلا كلاب.
لكن الكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. برضو الكلاب بتقعد تحت الترابيزة تحت الأكل وتأكل من الفتافيت الواقعة. اعتبرني كلبة ورميلي فتفوتة، أنا ما طلبتش منك رغيف كامل، اديني فتفوتة. طب إيه رأيكم في الإجابة دي؟ يعني تعجب رأي المسيح ولا لا؟ يعجب ولا لا؟ هو المسيح طبعا فاهم وعارف إنها هترد كده، ده عايز يوري الناس إزاي دي تستاهل إنه يشفي بنتها. قال لهم إيه رأيكم؟ بصوا التلميذ قالوا الست دي بصراحة مش معقولة في كلامها، كلامها حلو أوي. قال لها يا امرأة عظيم هو إيمانك، اذهبي ليكن لك كما تريدين. شوف كلمة كما تريدين دي مش معناها بس ان بنتك تشفى، لا، يعني كل ما تتمنين لبنتك، انها تشفى، انها تتجوز، انها تبقى ست محترمة، كل اللي انت عايزاه مضيت لك على كارت، يعني ايه، على بياض، اكتب اللي انت عايزاه، ليكن لك كما تريدين. اعجاب الله، اعجب بهذا اللسان الحلو، اللسان الحلو. انا عايز اقول لكم ان الله الكلمة يسوع بيعجب بالإنسان اللي بيقول كلام حلو، لأنه هو الكلمة يسوع أصل الحكمة أصل النطق، وميز الإنسان بالعقل والكلمة. ما فيش أي كائن حي بيتكلم غير الإنسان، حتى البغبغانات دي بتقوله مش فاهمة، والحيوانات بيعلموها تعمل حاجات وأصوات، يعني كل الكائنات اللي هي بيعلموها تقول حاجات دي بتتعلم، إنما مش فاهمة اللي بتقوله. لكن الإنسان الكلمة اللي طالعة منه نابعة من عقله من حكمته. فابن الله الكلمة بيفرح لما يشوف الإنسان بيستخدم عقله ويقول كلام حلو. أول ما قال لها اذهبي ليأكل لك كما تريدين، تخيلوا شوفوا إيمان الست دي. أولا جاية من آخر الدنيا مش جايبة العيانة معها، دي عندها إيمان إن كلمة المسيح هتوصل لبنتها اللي على بعد مسافات كتيرة. وأول ما قال لها كده فرحت خالص، مش بس هي إنسانة لسانها حلو جدا، إنما إنسانة إيمانها عجيب جدا. قالت له أشكرك، وراحت سايبة المكان وطلعت جري. إن كانت وصلت بعد يوم بعد يومين ما نعرفش. أنا بتخيل إنها جت تخبط على الباب كده لقيت بنتها بتفتح لها. الله، أنت بتفتحي لي؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ وإيه الجمال ده كله؟ لابسة هدوم حلوة ومسرحة شعرك ومتوضبة. قالت لها بس ادخلي في الأول ونحكي لك اللي جرى. إيه يا بنتي، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، مش معقول. قالت لها من يومين كده مش أنت كنت سايباني في البيت؟ ربطاني في السرير وقفل علي الباب. قلت لها ايوه، ما انت يا بنتي كنت مجنونه جدا، انا اعمل ايه، انت كنت بتخربي الدنيا. قالت لها وانت ربطاني كده في السرير وقفل علي الباب، بصيت يا ماما لقيت واحد شكله جميل جدا جدا، شعره طويل زي شعر الستات انما بلون ترابي منسدل على كتفيه غايه في الروعه والجمال، لابس ثوب ابيض ورداء احمر، وعينيه دي ما تتوصفش بكلام. بصيت لقيته واقف قدامي كده، راح قرب مني. اول ما قرب مني كل الشياطين اللي فيا طارت من غير ما يتكلم، راح مد ايده وفكني. انا بقيت مذبيه في جماله. قلت له انت مين؟ راح ابتسم وقال لي ماما هتقول لك. قلت له الباب مقفول، انت دخلت هنا ازاي؟ راح قال لي انا اقدر ادخل من اي مكان وكل الابواب متقفله. قلت له حضرتك جاي من فين؟ قال لي انا موجود في كل مكان. طب انت بتشتغل ايه؟ قال لي انا بعمل كل حاجه، أنا بعمل كل حاجة.
طب اسمك ايه؟ قال لي ما قلت لك ماما هتقول لك. يلا بقى قومي وضبي البيت اللي انت كسرتيه ولخبطتيه ده، سرحي شعرك بقى واستحمي والبسي هدوم نظيفه، واعملي لقمه لماما كده اللي جايه تعبانه بخيلها. طب استنى ما افتح لك الباب. لا ما تتعبيش، انا اعرف اطلع والباب مقفول. حاجه غريبه يا ماما، بصيت لقيته طلع والباب مقفول، بصيت على باب الشقه لقيته كمان مقفول. ايه الانسان ده او ايه الشخص ده؟ انا مش عارفه. قالت لا ما هو ده يا بنتي، هو ده اللي انا رحت له، هو ده الاله المتجسد اللي ظهر عند اليهود، اسمه يسوع المسيح ابن داوود. هو جالك لغايه هنا؟ قلت لها اه. وانت رحتي له فين؟ قالت لا ده انا رحت له هناك بعيد قوي. ده الاله المتجسد يا بنتي، بيقولوا عليه اليهود ده الاله الاتي في الجسد. وشفيت بنتها. ايه المجد ده كله؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان كلمه حلوه. الكلام الحلو يكسبك كتير قوي، الكلام المر يخسرك على طول على طول على طول. خليكي في المكسب، مالك بالخساره؟ ده تخسري ايه لما تقولي كلام حلو؟ البياعين عندنا في الصعيد شاطرين قوي في الكلام. تلاقي واحد بقال كل الناس جايه له، والتاني ممكن يكون عنده بضاعه احسن من ده بس محدش جاي له. ليه؟ لسانه وحش. والتاني البياع التاني ده ذكي جدا، تيجي له واحده ست عندك الحاجه الفلانيه، يقول له لو مش عندي اجيبها لك من تحت الارض يا ست الكل، احنا بديك الساعه انك انت تيجي عندنا اهو كلام. طب بكام؟ من غير فلوس عشان الحبايب. طب دي مش عارف ايه، لا من عينيا اجيب لك غيرها ومش عارف ايه. يتكلم كلام حلو مع الناس، تلاقي زحمه عليه زحمه. والتاني بقى كلامه واقف، عندك الحاجه الفلانيه؟ لا ما عنديش. طب دي بكام؟ دي بكذا. ممكن نقص شويه، احنا مش بنفاصل يا ست، احنا ما عندناش فصال. كلامه ايه الفرق؟ دكان الراجل الكلام اللي وحش ده فيه حاجات اكتر من الدكان التاني واحسن، لكن مش عارف يبيع. ليه مش عارف يبيع؟ لسانه وحش. والتاني تلاقي عليه زحام الستات، ويقول لك ده كلامه حلو، ده راجل زي السكر. وده يكسب ويبني بيوت، والتاني قاعد ينش. ايه الفرق؟ ده لسانه حلو، تاني لسانه وحش. في واحد عمل زي الست دي برضه، لذيذ قوي، قائد المئة. خلوا بالكم دول مش بس مؤمنين ايمان شديد، دول كمان لسانهم حلو. بعت للمسيح قال له غلامي مريض على وشك يموت، ارجوك اشفيه. راح المسيح جاء في السكة، طلع جري وقابله، قال له يا سيد يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي، لاني انسان خاطئ، قل كلمه فيبرأ غلامي. انا انسان خاطئ عشان كده لم احسب نفسي اهلا ان اتي اليك. شوفوا الكلام الحلو. عشان كده انا بعت لك مراسيل، لاني اعتبرت نفسي انا ما استاهلش اجي لك. يا سيد انا قائد مئة، ليا سلطان على 100 عسكري، اقول لي ده روح يروح، اقول لي ده يجي يجي. وزي ما انا بتحكم في ال 100 عسكري دول، انت بتتحكم في الامراض، قول كلمه فيبرأ غلامي. شوف الكلام الحلو. زي ما انا بتحكم في ال 100 عسكري دول بكلامي، انت ليك سلطان، قول للمرض يمشي يمشي، مفيش داعي انك تتعب. طب ايه رايكم في الراجل ده؟ حلو ولا مش حلو؟ كلامه حلو مش حلو؟ مش بس مؤمن، انما كلامه حلو.
المسيح بص كده وقال الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. اذهب وليكن لك كما تريد. فشفي العبد بتاعه في تلك الساعة. الكلام الحلو، اطلبوا من ربنا أن يديكم كلام حلو. وأوعي تقولي لا أنا واخده بالي كويس وأنا حكيمك، لا، لو حتى حكيم اطلبي تاني، اطلبي جرعة حلاوة تاني، اطلبي لحسة شهد من على لسان المسيح تاني يضعها على شفتيك وعلى لسانك، تملأ حياتك فرح وسعادة. مش حياتك انت بس، وحياة كل الناس كمان اللي حواليك اللي بيتعاملوا معك يحبوك، كل الناس تحبك. شوفوا احنا بنمدح اللص اليمين وبنرنم له في الجمعة العظيمة وبنقول أمانة اللص وبنقول له طوباك يا ديماس وطوبى للسانك حسن النطق، لأنك أمضيت حياتك كلها هاربا في غابات أورشليم وبكلمة واحدة أرسلك المسيح إلى الفردوس. كلمة كلمة كلمة. لما انتحر زميله قال له يا أخي احنا كنا بنشتمه ونجدف عليه احنا الاثنين، ما هو اللص اليمين كان بيشتم مع اللص الشمال في الأول، زي بيقول الإنجيل كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه، شتموه وسكت. وبعد شوية راح اللص الشمال بدأ يتهكم على المسيح تاني ويقول له إن كنت ابن الله انزل على الصليب، بس بيقول عليك ابن الله بتاع، بدأ يسخر من المسيح. فالتاني اتغاظ قال له أولا أنت تخاف الله وأنت تحت هذا الحكم بعينيه؟ قربت تموت مش خايف ربنا؟ نحن بعدل نجازى، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. يا أخي ما عندكش نظر، مش شايف الناس بيقولوا له يلا شفيت العميان، يلا قومت الميتين، يلا طهرت البرص، مش قادر تخلي عندك مخ. هو ده عمل حاجة زينا؟ ده الناس بتقول له يلا عملت، ليه سايب نفسك للصلب؟ إنما احنا عارفين احنا عملنا ايه أنا وإنت، نحن بعدل النجازة، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. وسكت. أعتقد أنا شخصيا أعتقد أنه سكت شوية. فالكلمة دي عجبت المسيح لأنه شهد لي. فأدار المسيح وجهه ليرى من هذا الذي يدافع عنه، مين ده اللي بيقول الحق، ده حرامي، ده مجرم، ده قاتل، معلش بس مدام بيقول الحق عني كده وبيدافع عني لازم اديله أجرته. طب ايه أجرته يا رب؟ هنور له عقله. تنور له عقله ازاي؟ أدار وجهه ناحية اللص اليمين عشان يشوفه، وهنا انبثق شعاع نور من تحت إحدى الشوكات التي اخترقت جبين المخلص وسطع في ذهن ذلك اللص فأنار عقله. عارفين الريموت كنترول كده؟ زي كده عمل له كده، ما تدوسي انت تلاقي فيلم وحش، تدوسي كده يجيب لك سي تي في أغابي بتكة، ايه شعاع. هو راح أطلق شعاع من جبينه كده على ذهن هذا اللص، بدأ يشوف الصورة من جديد. قال أنا قلت إيه من شوية؟ قلت إنه مش زينا؟ أيوة ده مش زينا أبدا. طب إحنا لما عرونا ما حصلش حاجة، ده لما عروه الشمس انطفت. الله، ده كمان كان بيقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هو حد يقدر يقول لربنا يا أبتاه وهو بيموت؟ محدش يكذب أبدا وهو بيموت. وبعدين بيطلب الغفران ليهم وهم صلبوه، بيقول كمان ما بيعرفوش بيعملوا ايه، ايه الحب العجيب ده؟ بعدين الناس اللي تحت الصليب عملوا يقولوا ان كنت ابن الله، ان كنت ابن الله. بعدين الناس يقولوا خلص اخرين اما نفسه فما يقدر ان يخلصها. الله، يبقى خلص، يبقى هو ده ابن الله. هو ابن الله يكون احلى من كده؟ ما يكونش احلى من كده. مخه استضاء، نور 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 نتيجة الإشعاع اللي اداهوله المسيح. بس الإشعاع اداهوله ليه؟
عشان الكلمة الحلوة لما قال لزميله نحن بعدل النجازة لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس بمعلوم. قال يا يبقى أنا على قرب أشبار من ابن الله وده صاحب الملكوت، طب ما دي فرصتي. يا رب يا رب اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. المسيح قال له بابتسامة تشق طريقها وسط آلاف العبرات والدموع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كلمة 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 حلوة نقلت اللص من الشمال لليمين، من الظلمة إلى النور، من العذاب الأبدي إلى النعيم الأبدي. علمني يا رب أن أقول لك كلام حلو، وعلمني يا رب أن أقول للناس كلام حلو. أنتوا عارفين القديس يوحنا الذهبي الفم اسمه يوحنا الذهبي الفم ليه؟ عشان كلامه حلو. لكن عارفين مين اللي سماه يوحنا الذهبي الفم؟ العذراء. من كلامه الحلو مرة وقف قدام أيقونة العذراء وفضل يقول لها كلام حلو، يقول لها أنت، هو كان محامي فصيح قوي، أنت السماء الثانية الجزدانية، أنت تابوت العهد الجديد، أنت قسط المن الذي وجدوا فيه المن السماوي، أنت عصا هارون التي أفرخت، أنت. فضل يقول لها بقى إيه ببلاغة، من كتر البلاغة بتاعته العذراء أعجبت بيه، راحت طالعة له من الصورة وراحت قالت له كده، شاورت له: من أنا؟ يعني اختار لك لفظ من كل الألفاظ اللي أنت بتقولها. فانبهر وترعب وخاف بدور على كلمة، قال لها: أنت أنت أم النور، أقرب كلمة يعني. فابتسمت العذراء وقالت له: وأنت ذهبي الفم. ومن ساعتها سموه يوحنا ذهبي الفم. احنا ليه بنصلي القداس الغريغوري والقداس البسيلي؟ لان دول الناس اللي كتبوا احلى كلام لله، احلى كلام. ناس تعمقوا في العلاقه مع الله وكتبوا كلام حلو قوي لله، من كتر حلاوته الكنيسه خدته عشان تصلي بيه في كل الاجيال. كلام حلو. بقي الان سؤال: كيف يتحول كلامي الى كلام حلو؟ حاجتين تعمليهم يبقى عندك لسان بينقط شهد. اول حاجه تقري كتير في كلمه الله عشان تعرفي لغه الله في الكلام، لان ده كلام الله. تقري كتير 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 على قد ما تقدري في كلام الله. نمره اتنين تطلبي من المسيح انه يمسح شفتيك ويضع من لسانه على لسانك كل يوم، وخاصه لو انت رايحه تحل مشكله، وخاصه لو رايحه تصلحي اتنين مع بعض، وخاصه لو رايحه تعزي واحد حزين او تشجعي واحد مريض. تقول له: حط يا رب على لساني، ضع من لسانك على لساني، المس شفتي وستختبري كيف يتحول لسانك الى الحلاوه. حينما يصير لسانك حلو تصيري محبوبه من كل الناس. جوزك يحبك، ولادك يحبوك، حماتك تحبك، مرات ابنك تحبك، الجيران يحبوك، تكسبي الدنيا كلها باللسان الحلو ده. يا رب يسوع المسيح اديني لسان حلو. التسرع في الرد بيجيب مصايب. اقول لكم حاجه طريفه حصلت معايا وانا في سنه ثانيه في الكليه. شوفوا دي ليها كام سنه، يعني مده كبيره قوي. كان في عندنا استاذ رئيس قسم كبير في السن وشعره ابيض، كان رئيس قسم البايوكيمستري، الكيمياء الحيويه يعني. وكان يحب قوي الاستاذ ده يسال الطلبه في الحاجات اللي هو
بيقولها في المحاضرة عشان يشوف بيحضر ولا لا. ففي امتحان الشفوي في ولد مسيحي مش فاكر كان اسمه ايه، بس اسمه فيه صليب كده يعني، يظهر اتزنق في ليلة الامتحان الشفوي. فاحنا يعني كطلبة اما بنتزنق بنقول ايه اكيد يعني هيسألونا نراجع الحاجات المهمة. ايه الحاجات المهمة بالنسبة للدكتور؟ الهرمونات، المضادات الحيوية، مش عارف ايه الحاجات اللي تخص الطب يعني. ده بتاع كيمياء حيوية وليه مزاج يقول حاجات معينة، فكان يحب قوي يقول حاجات معينة. فمرة شرح في محاضرة الفرق بين الصابون والربس، اهو بتاع يعني هو بتاع بايوكيمستري ومزاجه يشرح. فطبعا الولد مزنوق في ليله الامتحان مش هيراجع حاجات زي كده، هيراجع الحاجات اللي تخص ايه الطب يعني. اما بيساله في امتحان شوف قعد قدامه كده، وبعد ساله هو وسط الكلام بيقول له راجل عجوز طبعا رئيس قسم شعره ابيض يعني، ايه يا ابن الفرق بين الصابون والربس؟ فالواد يا للاسف السؤال استفزه يعني، مش يعني يقول له مثلا انا ما ذاكرتش حته دي او بتاع، لا رد مش حلو. قال له انا ما بحضرش ربات البيوت. كان في زمان مش عارف موجود البرنامج ده ولا لا، حاجه اسمها ربات البيوت، يتكلموا عن الغسيل والطبيخ والبتاع. رئيس القسم بص له كده، شوفوا الرد وحش قوي. طب انت مش عارف الاجابه؟ قول ما اعرفش. انت عارف تتكلم مين؟ رئيس القسم. قام رئيس القسم كده بص له كده قال له ايه بتقول؟ ايه انت عارف انت بتكلم مين؟ انت اسمك ايه؟ قال له اسمي كذا. طيب لما تحضر ربات البيوت ابقى تعالى. سقطه ده رئيس القسم، كل سنة يسيب كل الطلبة يقول لهم هاتولي ده باسمه، حفظه باسمه، يجيبه في الامتحان الشفوي ما يسألوش عن حاجة، يقول له حضرت ربات البيوت؟ معلش أنا آسف يا أستاذ، معلش كانت غلطة لساني. قلت معلش احضر ثاني كده سنة تاني ربات البيوت. يسقط تاني السنة اللي وراها، حضرت ربات البيوت؟ معلش يا أستاذ أنا متأسف أنا تسرعت في ال، يقول له لا معلش وماله احنا ورانا ايه، احضر كمان سنة تاني ربات البيوت. زلوا. أنا فاكر احنا وصلنا بكالوريوس والولد ده قاعد في سنة تانية، تخيلوا زلوا. لما الواد في الاخر قعد يبكي، خلاص يا استاذ دي ما كانتش غلطه، ده انا مش عارف قلت كده ازاي، طب سامحني يا استاذ خلاص ده انا ليا كذا سنه. قال له عشان تعرف تتكلم وتشوف مين، انا رئيس القسم قد جدك وخرجت اجيال، ترد عليا كده؟ قول ما اعرفش، هعمل لك ايه يعني؟ تشوف انت بتتكلم ازاي؟ رد كلف الولد 4 سنين تقريبا يعيد، والبايوكيمستري دي كانت ماده صغيره، سيكشن ساعتين ومحاضره ساعتين في الاسبوع، تخيلوا، ويعيد السنه كلها عشان 4 ساعات. في الاخر توسلوا الى الاستاذ ده وبتاع، له حرام بقى خلاص، راح منجحه. طبعا هو ما سالوش لان هو حفظ الواد، الواد حفظ الماده صم 4 سنين بيذاكر فيها. ف يعني زي الكلمه اللي انتم عارفينها بتاعت القديس ارسانيوس، كثيرا ما تكلمت وندمت اما عن الصمت فلم اندم. يعني التسرع في الكلام ممكن يتعب الانسان قوي. و زمان الحكماء قالوا ربنا حط بابين قدام اللسان، السنان والشفايف، علشان الإنسان قبل ما يطلع الكلمة يشوف هيقول إيه. ربنا يدينا إن إحنا نقول كلام حلو لربنا في صلواتنا، بس ده مش هنتعلمه إلا لو قرينا كتير في الإنجيل،
وكمان نقول كلام حلو للناس ويبقى لساننا حلو على طول، ويدينا ربنا اللسان الحلو لإلهنا كل كرامة إلى الأبد. آمين.